ان ربنا ما بيسيبش جهد اطلاقا لا يعوض. ربنا العادل ادى الجهد للفرقه اللي هي اشتغلت وجدت واجتهدت وكسبت في الاخر، هو ده العدل. انا بقى بشوف على مدى العمر ده كله ان النادي الاهلي بيجد ويجتهد من النوادي اللي بتعمل جهد كويس وتحضير واخلاص ومبادئ، فعلا الاهلي مبادئ. انا كفرح انا عمري ما تخيلت ان احنا نبتدي السوبر كده. انا كنت متوقع ان احنا ممكن نوصل اكسترا تايم او بيلز، انما ان احنا نوصل ان احنا نجيب ثلاثه في اول ماتش الشوط الاول والثاني لما يبقى بدايه مدرب ان هو يكسب الزمالك اكيد هيدي له دفعه. ان انت تاخد تبتدي السيزون وانت كمان هتلعبه كمان اسبوعين، دي في حد ذاتها هيبقى عندك حافز ان انت تاخد الدوري السنه دي. المكسب اللي احنا متعودين عليه دايما، فاهم، حاجه مش جديده ان احنا بنكسب يعني، بس اهم حاجه الحاجه الايجابيه اللي في الموضوع كله الجمهور اللي كان قاعد ورا طول الماتش ما سابش حاجه خالص يعني، ورا الجمهور ورا النادي ما سابش اي حاجه خالص. احنا الحمد لله فضل الله انا والراجل ده لو الاهلي بيلعب في المريخ الحمد لله احنا مجدولين بتاعنا الشغل بتاعنا على جدول النادي الاهلي في اي مكان بفضل ربنا، ده حته من قلبنا النادي الاهلي ده. ودايما عايز اقول احنا بنلعب بنعمل في صمت، هو ده النادي الاهلي، مش بنقعد نجعجع ونتكلم يا كابتن سعد العبيص. ان شاء الله انت هترد على الناس كلها وهتقول لهم ده النادي الاهلي ودي لعيبه النادي الاهلي. اقسم بالله لو مش الاصابات دي كانوا النهارده شالوا 5 6. سعيد جدا 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 وسعادتي بوجود المدرب الجديد. اتعمل ضغط اعلامي على النادي الاهلي ان الاهلي جاب مدرب مش كويس وان النادي الاهلي وان النادي الاهلي، ثبت النهارده ان الاداره واعيه وجابت مدرب. انا في رايي اتفرجت عليه كذا تمرين، الراجل بيعمل دوبليكيت للتمرين. الحمد لله اللعيبه كانوا على قد المسؤوليه اللي كانوا فيها النهارده الحمد لله، ربنا وفقنا. حاسس ايه؟ قول احساسك. احساس طبعا ما يتوصفش بعد كل الضغوطات اللي فاتت، كل الاتهامات اللي بتيجي للمجلس الاداره عندنا، لبعض اللعيبه عندنا في فبركه التويتات او فبركه الشات بيقولوها. الحمد لله اللعيبه النهارده ادوا في الملعب وردوا على كل الاتهامات اللي اتقال عليهم. الحمد لله الحمد لله متفائل بالمدرب ده خير. من اخر تمرينه للعيبه قبل ما يروحوا للمعسكر الحمد لله كان معاهم في وسط الملعب وبيوجههم الحمد لله، يعني ان شاء الله خير باذن الله في الجاي. الف الف مبروك الفوز. بقول ان مفيش ديربي حضره والاهلي ما كسبش فيه، قول لنا حاسس ايه النهارده؟ الحمد لله النهارده يعني الفرحه كانت كبيره، بخصوص ان انت عندك لسه مدرب لسه جاي جديد، طريقة اللعب لسه انت برضو ما عرفتهوش وكان في قلق من الجمهور الاهلي من ناحيته. النهارده شفنا اللعب والنهارده لا في لعب. قفشه حمدي النهارده في تحركات غير قبل كده. انا نفسي بس الجمهور يصبر. يصبر على المدرب، يصبر على اللعيبه. كل ديربي ان شاء الله. يا رب يا رب وعاده يا رب كده اهوت ما قطعهاش. يا رب والف مبروك للاهلي والف مبروك اهلاويه واحلى ثلاثه في الدنيا.